في طبعا في الباك جراوند ميه كتير انا عارف. حر قوي كوكاكولا، حر كوكاكولا قريب. استنوا ثانية واحدة بجد، شوفوا كل فنان حصل معاه الموقف دوت بسبب ان السبيكرز دي المفروض تكون مدفونة ليها مكان على المسرح، مدفونين عشان المطرب ما يقعش، لكن للأسف المنظمين عمرهم ما بيتعلموا، لكن عادي ما يقع على الشاطر. بجد بجد حاجة صعبة يعني، دلوقتي بكره على السوشيال ميديا هيسيبوا كل حاجه ويشوفوا شيرين واقع. يعني انا المفروض دلوقتي لو انا مأمنه على رجلي اطلب منكم قد ايه بقى؟ مش منكم انتوا طبعا، من المنظمين. بس يلا معلش، شوفوا اللي بيحصل لنا، يلا معلش.